تعاقد مع نادي بنياس الإماراتي، وده السبب أنه متمسك باستقالته وعمل حكاية ورواية عشان ياخد بعضه ويمشي. من إدارة التسويق بنادي بنياس الأستاذ هشام يوسف. مساء الأنوار يا أستاذ هشام. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. يا رب يخليك، يا رب تكون بخير والبلد كلها بخير، كله بخير الايام الجايه دي، وترجع مصر قويه ان شاء الله. هترجع باذن الله احسن مما كانت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والله يا كابتن مدحت، انا من اشد المتابعين لبرنامج حضرتك، وانا سعيد جدا بالمداخله مع حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ هشام. قول لنا ايه موضوع الكابتن حسن شحاته ده؟ والله يا كابتن مدحت، انا بس هو السؤال اللي مطروح دلوقتي او اللي موجود دلوقتي، انت مالك ومال الزمالك وبتكبر مواضيع الزمالك ليه؟ حسن شحاته سيدك وسيد محمد نصر، الزمالك اكبر منك واكبر من محمد نصر. ده واحد مسنطرك عشان تقول الكلمتين دول يعني. لا مش واحد مسنطرني، انا بتصل عشان اخليك تحترم نفسك، انت سبب التعصب في مصر. طيب يا سيدي ربنا يخليك. انا اللي قال لي محمد نصر ان انت واحد من بني ياس من الامارات، وقال ان انت هتخش عشان تتكلم في هذا الامر. يبدو ان هو هناك من الامارات، حد صديقه حابب ان هو يتكلم الكلمتين دول. انا عموما في جميع الحال بشكرك، وانت بتقول ان احنا سبب التعصب، هذه وجهه نظرك الوحيده وانت حر فيها على الاطلاق. احنا ما بنتكلم بما يرضي الله. اذا كان انت عندك اي نوع من انواع التعصب فهذا شانك وليس شان اي احد اخر على الاطلاق. المنتخب الأولمبي في فرنسا للمشاركة في دور التونو الودية، وده اللي احنا قلناه، واختار الكابتن هاني رمزي 21 لاعب، هم علي لطفي ومحمد بسام، أحمد صبحي، عمر جابر، سعد سمير.